متابعين بحلقتنا مع القسم الأخير، أكيد رح ننتقل ونشوف زميل ألان درغام وين صار بالبيوت بمنطقة النبعة. أكيد بس يصير جاهز معنا ألان. ابتبع حديثي مع الأب ميشيل عبود، أهلا وسهلا فيك. الله معك. الله معك. حضرتك رئيس كاريتاس المنتخب ورئيس إقليم عكار السابق. أول شيء هيك بدنا لك الله يقويك بهالمهمة الجديدة يلي عندك إياها، واللي رح تبلشها تقريبا بأول نيسان. الله رضي. بدنا نعرف شوي عن استمرارية العمل بكاريتاس، يعني طبعا السيستم بده يضل ماشي، الرسالة هي والرؤية هي ذاتها، كيف بتنتقلوا هيك من رئيس لرئيس وبتكملوا مع ذات الطريقة؟ أول شغلة يلي بدنا نقولها، ما بنخاف بس ناخد المسؤولية، لأنه كاريتاس مش نحن أسسناها ومش لإلنا، نحن بقلب كاريتاس ونشتغل لإلها، لأنه كاريتاس هي جهاز بقلب الكنيسة عم يشتغل لله وكرمال الله ومع الله. وهذا الشيء اللي بنشوفه بالكاريتاس بكل هالسنين يلي مرقت، أكثر من 45 سنة وما تعبوا يلي فيها، نجي نحن كمسؤولين بينتخبونا مجلس بطاركي والأساقفة كرمال نحمل هالأمانة ونكون عم نساعد الأشخاص يلي عم يشتغلوا بقلب كاريتاس. لهيك نحن بنمرق مرق الطريق 3 سنين 6 سنين حسب، وإنما منكون عم يكفي اللي بلش فيه قبلنا. فعلى الصعيد الشخصي نشكر الله، مطمن بالي أنا وين فايت على مؤسسة عندها تاريخها، عندها هويتها، عندها عملها، الأشخاص اللي عم يشتغلوا فيها من المدراء المتطوعين الموصفين على كل النواحي، عندهم القدرة عندهم الكفاءة، الرئيس اللي كان قبل مني كذلك الأمر، والله راض عم يكفي المسيرة. فيلي بدنا نقوله، نحن بنمشي بنطلب معونة ربنا، بنطلب معونة الأشخاص، ومنكفي المسيرة يلي غيرنا بلش فيها بعكار. طبعاً عكار هالمنطقة يلي شوية هيك على الهامش بلبنان، منطقة بعيدة، منطقة فيها حاجات كتيرة. قدي كان العمل يعني هناك صعب، بس بذات الوقت قدي قدرته هيك تنشله شوي هالمنطقة من صعوباتها؟ ليكي، في مبدأ منقوله على عكار وعلى كل لبنان وعلى كل محل، ما في إنسان ضعيف، في إنسان بيجهل موطن القوة يلي فيه. عكار ما كانت ضعيفة، فيها موارد ولو كانت بعيدة عن العاصمة، وإنما هي السياج مثل ما بيسميها غبطة الباتريارك. يلي اشتغلنا بعكار، اشتغلنا كلنا مع بعض إسلام ومسيحية، وقلنا أخذنا قرار نتمنى نكون عم ناخد وين ما كان، ممنوع يكون في إنسان فقير، بدنا نسميه بين هلالين بائس، لأنه أوقات الإنسان بيكون معه مصاري بس هو يعيش الفقر، أوكي، لأنه في تخلي معين. البائس يلي هو عم بحاجة لغيره وحاسس حاله متضايق بس بده توصل له مساعدة، بدنا نقول له لا، ما حدا عم يعطيك من دميته، نحن عم نكون صلة وصل بين الواهب وبين الحاجة. واشتغلنا على مبدأ عندي بير مي وعندي جنينة تفاح، والبير بيأدي الجنينة، بس بدنا نكون نحن هالإمدادات بين البير وبين الجنينة، ونحن عم نسقي الجنينة بدنا ننتبه، أوقات بنكون عم نسقي كم شجرة بس في شجرات ما وصل ليلهم. لهيك هدف شغلنا كمتطوعين على الأرض نقدر نوصل، لحالنا ما بنقدر نشتغل. جمرة اللي بتورع لحالها بتطفي، فاشتغلنا مع بعضنا البعض تنوصل لكفاية. مثل ما بنعمل اليوم، وصلنا كمان لبرج حمود مع الزميل ألان درغام على بيت فعلا بحاجة لمساعدة. خلينا ننتقل لعند ألان ونشوف. رانيا، ما بعرف قديش المهمة في هذا المنزل رح تكون صعبة، ولكن اللي شفناه اليوم ما في شيء صعب، لأنه في اندفاع كتير 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 كبير للجالية اللبنانية من الخارج أو حتى اللبنانيين اليوم من الداخل أنه يساعدوا بعض. أنا موجود عند عائلة خوري، يعني عم جرب لقي كلمات لأنه وقتها سمعت قصتهم، أنا أول لقاء بيني وبينهم، رح خلي يلي هي مشرفة على حالتهم يلي كمان كاريتاس دائما عم تواصل نشاطاتها مع العيال اللبنانية. شو كيف نحكي مع آل خور؟ ما أتعرف عليهم بس بعقده هن، هلأ متعرف عليهم بعد شوي، أعطيني بس ملخص صغير عن هذه العائلة. رح خبرك شوي عن الحالة. في عنا تيتا نجيبة وابنها سهيل، هن عايشين بهذا البيت، وفي عندهم ابنهم أنطوان مع عائلته كمان.
بهذا البيت ما في الا انطوان هو الوحيد اللي عم بيعيل هذه العائله. تيتا نجيب رغم اصابته بمرض السرطان الرئوي وعم بيتلقى علاجات لازم يرتاح، ولكن بعده عم بيقوم بمجهود كبير ليخلي هالعائله واقفه على اجريها طبعا بالامكانيات المحدوده جدا. وعنده كمان ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصه، هو كمان بحاجه لعلاج دائم. كمان تيتا نجيبه وابنها سهيل هن كمان بحاجه لعلاج دائم، وسهيل عنده مشكله بالنطق وعنده مشكله باجريه كمان. فأنطوان هو الوحيد اللي عم بيعيل هيدي العائلة. طب نحن شو فينا نقول للمشاهدين؟ يعني عنا نحن جينا هدفنا شغلتين، نقدر نقدم بعض المساعدات المالية أو حتى المعنوية، بمعنى تأمين الأدوية إذا في أي مستوصف أو أي مركز بيقدم هذه الأدوية مثل ما بتعملوا حضرتكم، كرمال نساعدهم شوية بالعلاجات يلي طبعا كل واحد بحاجة إلى إذا كان ناس ذوي الاحتياجات الخاصة. والهدف الثاني هو ترميم هذا المنزل. خليني بلش احكي مع العائلة. تيتا انت بركة البيت، الله يخليك وطول بعمرك. يعني حسينا في تيعة بيتنا والله، يعني حسينا ننتمي لهالبيت الحلو، في وورم، يعني في طول عمرك، عمرك وعمر اللي اخوي اللي معك. يعني انت بحاجة لأدوية صح، والبيت فيه رطوبة وعم ينش كمان مثل عم شوف. نعم هذا رطوبة، وانا ادوتي كيس مالين كل شعبتي. هل وما في شيء؟ معني بقلبي شوي مدام، هل عم يصير في نقص بالدواء للتونت للتيتا؟ لا ما عم نخليه ينقص عليها شيء، رغم انه عم تكون مهمه صعبه كنت تامنوا لهم ادويه كل شهر؟ اكيد اكيد. هلا سلفي اوقات شوي بيقدر يساعدنا، لا سلفي عنده عائله كمان وبلا شغل بتعرف مثل هالايام وضع صعب جدا. ايه يعني بيبعت لها شوي، بنت حمايه بتبعت شوي، انه عم نحاول نامن قد ما فينا. نعم. بقدر الامكان. يعني اول شيء بدي اقول لك انت انسان جبار، انت احلى شيء طرفنا عليه اليوم من احلى العالم. تسلم. يعني حلك ليش انت بمرضك يلي هو مش هين ابدا، بتعب بياخذ كثير من طبعا التعب الذهني ايضا والنفسي، ولكن بعدك عم تعيل عائلتك وعم تشتغل ووقفت ولا نهار. كيف هي كيف فيك توقف؟ يعني انا اذا مثلا عندنا رشح بصير عندنا ديبرسيون او بنقعد بالبيت يومين. شو انت مرض كبير ومش هين وعم تحاربه؟ الله ساعدني، الله ساعدني وبيت واقف عجريه، وعندي ايماني بالله كبير. عم فكر انه عندي عائله مجبور ضحي لا اقدر اقوم فيها، وكتر خير الله بعدني عم بشتغل، بعدني عم قوم بالواجب. اكيد مش مثل ما كنا بالاول، نعم قصرنا شوي لانه بالنسبه للاوضاع اللي نحن مرقين فيها، وبنرجع نقول كتر خير الله بعدنا عايشين، بعدني عم بقدر قوم بعائلتي، عم قوم بواجباتي، وبنشكر ربنا على كل شيء. ليش عم تبكي؟ ظلمتي برايك؟ ما في دوله طلع فيك تعطيك ابسط الامور لعائلتك؟ اكيد اكيد ما في دوله عم تتطلع فينا، يعني حتى وزاره الصحه بروح تجيب دواء، مثلا رحنا تجيب دواء لسلفي كل شهر بدي اعمل له روشته من عند الحكيم، كل شهر بده هو لحاله الحكيم بده ياخذ 100,000 مني. يعني انا حوالكم صعبه جدا. اكيد مثل غيرنا، يعني مثل كل هالعالم. انه تصور انه اعاقه ووزاره الصحه ما بتامن له الدواء الا ما تجيب كل شهر رشيتها من الحكيم. بس دموعي كثير غاليين قدام كل لبنان عم يشاهدك حاليا، رفق. وهي الدمعه مش لازم تنزل، فهيدي الدمعه انت ما عملتوا شيء غلط، انتوا يعني الله يعني هو معكم اكيد، والمرض ما فينا نسيطر عليه، والذوي الاحتياجات الخاصة كل شيء الحمد لله على كل شيء. هي نعمة من ربنا، أنا بقول ربنا ما بيجرب إلا خايفين، وبنضل نقول له كتر خيرك، المهم يعني ينجينا من الأصعب من هيك بعد. بس دموعي كثير غاليين، وعلى كل المشاهدين يعني عم يشوفونا حاليا، يعني بس بدي فرجي شوي وشو وضع البيت، اللي كمان هدفنا إنه نقدم. يعني مين نقدم؟ أنتوا حتقدموا، أنتوا إخواتي وأهلي والناس الموجودين في لبنان وخارج لبنان. معليه اوقات بحكي بطريقه لانه متاثر شوي، عم جرب خلص هالرساله. مثل عم شوف كمان البيت كله ناشش، رطوبه كثير عالية، يعني هيدا بيجيب امراض كما ذكرت. يعني عم نعيش هون حالتين صعبين، ترميم البيت بميزانيه منا ابدا كبيره، بطريقه متواضعه فينا نغير لهم حياتهم، نعطي شويه امان للبيت كرمال يعيشوا فيه بسلام. هن وعم يتعذبوا، يعني كمان كل المنزل متواضع جدا. يعني بتامل انه ترجعوا تسمعوا هذا النداء اللي عم نوصلكم اياه دائما عبر هذا البرنامج الخاص مع فريق كاريتاس، اللي
عم يتعاون سويا انه خلينا نرجع لبرا، نتعاون سويا كرمال انه نأمل لهم ابسط الامور، ما عم نطلب شيء الا اشياء منطقيه جدا. رانيا يعني كل مره بسمع صوت سيمو بيدانتي بعرف انه الدكتور حمد شامسي مره جديده قرر انه يتبنى اول شيء تامين ترميم هذا البيت كرمال ما بقى يصير في سقعه او رطوبه. تسمعي تسمعوني؟ وكمان رح يغوص بالتفاصيل شو عايزين من ادويه وعلاجات لامنها لكم. كمان دكتور حمد شامسي يعني انا خجلان كثير منك، مش لانه بالعكس بقدر لك محبتك، بس كل مره بسمع سيمون بيدانتي المنتج البرنامج بعرف انه مش مسؤول لبناني عم بيدق، بعرف مش انه نايب لبناني عم بيدق، بعرف مش وزير لبناني عم بيدق، بعرف انه مش وزير الصحه عم بيدق، وبعرف انه مش وزير الشؤون عم بيدق، عم بيدق دوله شقيقه هي دوله الامارات يلي ولا مره تركتنا في هذه اللحظات الصعبه جدا. مش عم بقول شكرا للامارات، شكرا للدكتور حمد الشامسي عم بتخجلنا بمحبتك ويتضمننا. شو بتحب تقولي له؟ معلش انا كنت انا اكيد كنت حابة تقولي شيء يمكن لدولتك لسلطتك، ولكن عم نقولها دولة شقيقة. شكرا. بدي اقول له ميرسي كثير، يعني ما عندي كلام يعبر له اكثر من هيك. السما تنزله والارض تطلع له، اكثر من هيك ما فيني اقول له شكرا له. هالعيلة كثير حلوة وعزة نفسها كثير كبيرة. يعني بدي اقول الصراحه ما كان حابب يحكي على الكاميرا، قلت له نحن ببيتك خلينا كلنا مع بعضنا قلب واحد. رانيا خلينا انهي هذه الفقره بامل ان شاء الله الامل اللبناني كمان يحسوا فيه ويبلشوا يساعدوا بعضهم الاخر لانه بحاجه لبعض. رانيا اكيد مننهي بامل، واكيد حلقتنا كلها هي امل، ونحن ما بنفقد ابدا الامل. ما هيك ابونا وحديثك هيك اللي بيعطينا زخم وتحفيز بشو بدنا ننهي اليوم. نحن بدنا نقول دلونا، دلونا على كل فقير تنساعده، دلونا على اخطائنا تنصلحها، دلونا على المحسنين تروح صوبهم، دلونا على مشاريع تنفذها، دلونا على طرق تنشتغل فيها، دلونا. ساعتها بنكون عم نشتغل مع بعضنا البعض، كل واحد عنده موهبة يشتغل فيها. فالعمل يلي هلا حضرتك عملتيه والشباب اللي عملوه والام تي في شغله كثير كبيره. فانتوا اشتغلتوا لكل فقير، وانتوا هلا دليتوا، انتوا هلا حطيتوا بإجة السما، كلنا سوا بدنا نشتغل. فكاريتاس مكفيه وكاريتاس بتشتغل، ومش لحالها عم تشتغل، في كتار اشخاص وجمعيات عم يشتغلوا. بدنا نشتغل مع بعضنا البعض، وساعتها هالشيء اللي عم ناخده من الناس حتى نعطيه للاخرين، ونحن عنا كل الثقه وكل الامل وكل الاتكال على ربنا انه ايد وحده بدنا نشتغل. واليوم بدنا نكون احسن من امبارح، وبكره الله راد بدنا نكون احسن من اليوم. الأب ميشيل عبود مع هالكلام الحلو منشكرك ومنتمنى لك هيك ولاية حلوة مثمرة وناجحة مع كل الأمل بكاريتاس لبنان. وأنا اللي بدي أقوله أنه دايما هالعمل بيكون فيه بركة، يعني منبلش نهار نحن ما منعرف شو رح نقدر نعمل، ومنوصل لآخر النهار مثل ما وصلنا لليوم غطينا كل الحالات، والعمل ما بينتهي اليوم لأنه التبرعات بعدها متابعة، والناس يلي تشجعت معنا كمان رح تابع عبر دونيشنز مبالغ كتير تأمنت، إن كان كتغطية الحالات كلها يلي انوجدت معنا الحمد لله، وأيضا كمبالغ مادية عم تتحول على حساب كاريتاس. طبعا كاريتاس عم بيكون عم بيتابع كل هالأمور معكم مشاهدينا. شكرا لكل ليرة انحطت بخلال هالحلقة. نفتكر انه يمكن الناس ما بقى قادرين يعطوا، بيرجعوا بيفاجئونا بهالعطاء الكبير يلي بيعطونا اياه، وخصوصي مع كاريتاس كبير بكاريتاس. نشكر الله عليه، نشكر الله على كل شيء، ونشكر الله على كل المشاهدين يلي حضرونا اليوم. دايما وننهي بهالبسمة مع كل الوجع والتعب يلي شفناه خلال النهار. شكرا لكم، باي باي.